يعني ازاي انتي ولطفي تشوفوه بيعتدي عليا وتسيبوني وتمشي؟ انا مش فاهمه. هو فكر كده؟ لا ده يبقى شكاك. كويس قوي ان احنا ما تسرعناش. بصي انتي عارفه كويس قوي ان محدش مد ايده عليا من ساعه ما المرحومه مات، صح ولا غلط؟ وعارفه ان هو جنبك يجي ويعتذر لي بنفسه. هل تأخر إطلاق قناة هنداوي الفضائية له علاقة بأي خلاف بين حضرتك وبين الدولة؟ لا 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 لا، مفيش أي خلاف بيني وبين الدولة، بالعكس ده أنا علاقتي بالدولة علاقة يعني زي الفل. إحنا بس عايز أقول لحضرتكم على خبر جديد، اللي إحنا قررنا تغيير اسم قناة هنداوي الفضائية إلى قناة بوبوس الفضائية. ليه؟ لأن بوبوس بيدي معنى يا نهار أبوك واقعي انتمائي جغرافي. بوبوس بيبقى بيطرح أطروحة إقليمية يعني تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط، فيه مفهوم بحراوي أبيضاوي، فبيمتد انتماء اقتصادي. وكمان ما ننساش ان غير الناحية الاقتصادية في نواحي اخرى تختص بالطفل وتختص بالمرأة وتختص بال يعني بالمزز برضو لو في بتكلم انا. فده يعني شيء طبيعي ان يكون في قناة بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض. بس انا حضرتك شايف يعني ان قناة هنداوي تعبر عن الحالة الاقتصادية وخاصة في البحر الاحمر، والامور البحر الاحمرية واضحة كما يلي. فهناك بحر احمرية ده انت الاحمرية، انت مالك انت بتتدخل ليه؟ استاذ محسن، يا ترى قناة بوبوس الفضائية تنطلق من مدينة الانتاج العالمي؟ لا هي هتنطلق من هنا من قلب بيتي. بيتك 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 يا روح امك احتليته؟ ايه فاكر نفسك ايه؟ ها؟ هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا يزيدك يا باشا. ثانك يو مالكي، ثانك يو فيري ماتش مالكي. برا 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 امشي من هنا برا. بيتك بيتك ولابس بدلة فوزي. انا بدلة مين؟ ايه العبادلة دي؟ اللعبة يلا. ادي بقى دي حتى ريحتها معفنه ومنتنه. اقلع الهدوم دي. اقلع ده كمان. اقلع ده حتى ريحته معفنه راخر، والزار كان بياكل زيت خروع وزاني على كل حته في جسمه. وادي البنطلون كمان. يا نهار اسود ومنيل، لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. اقلع البوكسر ده. ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقوليليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص، انا هجيبها مش هسيبك. هتقلع القميص وهتقلع البوكسر، هتقلع يعني هتقلع كل حاجه، فاهم؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. دي ست مش كويسه، قذره سافله منحطه. طب استنى بس يا لطفي، نديها فرصه تانيه. فرصه؟ فرصه ايه يا هاله؟ يا ست فاضيالنا اساسا، عايزين نشوف ايه اكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت، هي فوق وهو تحت. لطفي لطفي استنى يا لطفي. محدش
محسن بيه استاذ دبيب المحامي بتاع مهجه هنا. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. تاخدي عنبايه حمراء ها وناخد عنبايه صفر. ايه رايك؟ برضه يعملوا حاجه الاصفر مع الاحمر. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. طب ما تيجي انت بقى تاخدي ايه واحده حمراء وواحده صفراء ها وناخد ايه واحده صفراء وواحده حمراء كوكتيل وايه هم يا ماما. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا من تصرفات مهجه هانم اللي ضايقت حضرتك. انا مش عايز اعتذارات انا عايز فلوس. تأكد يا محسن بيه إن أنا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم، بس حضرتك عارف حال البلد ولذلك أنا بقترح. أنت ما تقترحش، اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهاية قولوا لي ها؟ مش عايز قلب دماغ وحياتك. حبته هنا ولا إيه؟ لا ماشي. بقول لك إيه أنا خد دي إديها هدية لمهجة هانم. اتفضل. ما تيجي بقى نشوف حاجة حلوة كده. ايه بقى؟ لا دي تعور والله؟ اه يعني بلاش؟ بلاش. اه بعدي. اه خليها بقى. صدر قرار من النيابة بتسليم القصر للبنك بكافة محتوياته. هتفضل معانا شويه لغايه ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فتره التحفظ. طيب انا هحاسبكم تجردوا تحت وانا هجري فوق واللي يجري الاول يقول التاني انا جردت. ها عشان نضيع شويه. اسف يا باشا العربيات كلها محجوزه عليها لصالح البنك. المفتاح لو سمحت. بقى فتحيه ينتحر الحوار على كده بقى. الله عشان خاطر الحاجه. انت تعرف يا باشمهندس فتحيه اللي قاعده جنبك دي جوزها مفتري. دي لا دي ايه دي عمرها الافتراضي خلص. لا اللي جنبها اللي جنبها اه كل يوم والتاني يقوم رننها علقه موت. تقوم سايبه له البيت وغضبانه ما يفوتش كام يوم الا وتيجي ام فتحيه دي ترجعها له تاني. لو ترجعها له ليه؟ ما هي هتعمل ايه يعني؟ يعني هي هتصرف على نفسها ولا على عيالها ولا على عيال بنتها؟ ايه؟ يابا خليها على الله. يا ابني استهدى بالله ده انت الكبير تسافر ازاي؟ لو غرقت زي اللي غرق ولا مسكوك على الحدود اعمل ايه هدف امك واخواتك السبع؟ لو اراد ربنا ووصلت بالسلامه يابا هصرف عليكم ومش هخليكم تحتاجوا اي حاجه. ولو غرقت يا سيدي اديك هترتاح مني وتشيل حملي من على كتافك وتبقى صرفت على ستة بس. اه موضوع السفر ده بس مهندس خوتنا بيه في الروحة وفي الجاية. العيال خلاص اتخانقوا قفلوا خالص. لقد حتفقى المناقشة بالنسبة لهم. مالها المناقشة؟ لقد حتفقى المناقشة بالنسبة لهم في الموضوع ده. اه لقد حتفقى. الواد من دول عنده انه يموت برا ولا يقعد في البلد دي فلتو ثانية. مين؟ فلتو ثانية. اه 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 فهمته ثانية. لا فلتو ثانية دي بتاعت الراجل الكبارة دوت اللي خد نوفل. خد نوفل اه. ايه ده؟ ده مات الكلام وانتحر الحوار على الآخر. مين؟ مات الكلام وانتحر الحوار على الآخر كله يأمن على بطايقه واللي معاه حاجة يرميها. خلي بالك في رادار بعد 10 كيلو. اقسم منها يا باشا. يلا بسرعة. ايه وبعدين؟ ما تنزل. مين انا؟ هو في حد غيرك ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر نفسك باشا يالا. ده انت راكب صفيحة زبالة. انت
شكلك مصرصر ياض. اوعى تكون شايفني قصادك ابو ضيق. انزل. جاي لك. ها جاي لك اما اشوف انت مين. حلو قوي، هنقضي السهره صباحي مع بعض. قول انت مين، معاك بطاقه يالا؟ لا انا معايا فيزا. يعني ما معاكش بطاقه كمان؟ ماشي 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 باشا. باشا انا اسف يا باشا، ارجوك تسامحني يا باشا. لا لا لا، اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. انا اسف يا باشا. لا لا انا اسف. قول لي مسامحك يا باشا. انا مسامح. قول لي مسامحك تاني. بس اوعى تاخدها كلها. ها يعني مش مره واحده. حاضر يا باشا. ها حاضر يا باشا. مع الف سلامه. رأفة تهاني، عايزه كل حاجه مظبوط. عايزاكم تقدموا الدرينكس بابتسامه حلوه قوي، عايزه بريزونس، عايزه كلاس، مش عايزه ولا غلطه. الف الف مبروك يا مدام مهجه. لطفي بيه ده راجل هايل، ربنا بقى يساعدكم ان شاء الله يا رب. وعقبالكم انتوا كمان. قدامكم قد ايه؟ هانت الحمد لله من 3 لـ7 سنين كده ان شاء الله. اخيرا. حاجة غريبة، حد يسأل واحد داخل بيتهم يقول له انت رايح فين؟ فيك الدنيا بتنطط في وشي، لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصل لك. طيب أنا مش عارف ليه كل ما تشوف وشي تغلي في روحك كده. أنا مستنية ناس دلوقتي ومش عايزة حد يشوف وشك عندي، كفاية اللي حصل لي المرة اللي فاتت. اتفضل امشي من هنا. أمشي وأسيب الناس اللي جاية بيتي؟ طب أرحب بيهم حتى، إحنا برضه ناس بتفهم في الأصول. يا رأفت! تعالي! يلا! طلعوه بره! محسن ده المفاجأة الحلوة دي يا فندم. ازيك يا تهاني؟ ازيك؟ لا 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 معقولة، ده رب عيالي النهارده يا باشا. ازيك يا رأفت؟ وازاي أمك؟ الحمد لله، كانت عاملة جمعية سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعت السرير وكياس المخدات، جت تدفع القسط خسعت معاها باشا. طلعت متعسرة أخرى، وعملت إيه؟ أبداً، جت استلفت من أمي. يلا بره. بره؟ طب ثانية واحدة. بره؟ ثانية واحدة والنبي يا مدام هتصور مع الباشا، امسك دي. صورني يا رأفت مع الباشا. الضحكة الحلوة بقى يا باشا. يلا امشي برا انت وهو. يلا والله عيال زي الفل، انا بحب العيال دي قوي. بصي بالرغم من ظروفهم الاقتصادية الصعبة شو بيحبوا بعض قد ايه، ربنا يسعدهم يا رب. بتيجي نعتزل الناس اللي جاية دول وناكل لقمة خفيفة وننام بدري. هو انت ما تعرفش ان انا مجنونة، ولما الجنونة بتركبني ما بشوفش قدامي. ايه بقى؟ ايه؟ لطفي لطفي استني يا لطفي. لطفي استني يا لطفي. لطفي استني يا لطفي. خلاص يا محسن باشا، خلاص يا مهجة هانم، اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج. ايه؟ شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب، شركات محسن هنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. انا مش ممكن اشارك الحيوان ده. استني بس، والدمج ده فائدته ايه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض، والقرض لن يقل عن 1,200,000,000. مليار ومئتين. مليار ومئتين.